الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال المفسرون: نقصها بموت العلماء. وفي هذا اليوم الثاني من شهر ذي الحجة من هذا العام، عام 42 و400 ألف للهجرة النبوية، فوجعنا بوفاة شيخنا العالم القاضي المجتهد بقية السلف محمد بن إسماعيل العمراني رحمه الله تعالى. ووصلنا نبأ وفاته بعد صلاة فجر هذا اليوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يبدله دارا خيرا من داره. كان شيخنا القاضي محمد إسماعيل العمراني رحمه الله تعالى عالما مجتهدا مكبا على علوم السلف، متحريا للدليل، معتزلا للفتن طيلة العقود التي عاشها في اليمن في العصر الإمامي والعصر الجمهوري. توفي شيخنا رحمه الله تعالى عن 100 عام وعامين، فهو من مواليد سنة 40 و300 ألف للهجرة النبوية. أدرك العهد الإمامي والعهد الجمهوري، تخرج به آلاف الطلاب من أقطار العالم الإسلامي، وصدرت عنه كتب ودراسات ورسائل ماجستير ودكتوراه عن حياته وسيرته وفقهه، فقد كان فقيها راسخا، وكان متأثرا بمدرسة الدليل اليمنية، وهي مدرسة ابن الوزير والكوكباني والشوكاني والصنعاني والحسن بن جلال وغيرهم رحمهم الله تعالى. اجتهدوا في تحري الدليل والنظر في خلاف العلماء واجتهادهم برسوخ، وكان شيخنا عليه رحمة الله لا يخرج عن أقوال أهل العلم، فلا يشد كغيره ممن يشدون في مسائل وينظرون لأقوال السلف وأدلتهم. التقى بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قبل نحو 30 سنة في مناقشة مسألة فقهية مشهورة، فأثنى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه متجرد للحق دون تعصب ولا اتباع للهوى رحمهم الله جميعا. كان يحرر الفتاوى بخطه، وكان مفتي اليمن بعامة، وإن لم يكن مفتيا رسميا فقد اعتزل منصب الإفتاء قبل نحو 20 سنة، وإن كان الحوثيون عينوا مفتيا من سلالتهم إغاظة للشيخ وطلابه وأهل السنة. ولكن اليمنيين لا يثقون بغير علم شيخنا رحمه الله تعالى. مرض بعد مظاهرات عام 32 و400 ألف
2011 ميلادي، وتوقفت دروسه رحمه الله، وبقي طريح الفراش سنوات حتى وافاه الأجل بعد معاناة مع المرض وبعد إجراء عملية، رحمه الله تعالى وغفر له وأبدله دارا خيرا من داره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان يكتب الفتاوى والتقريضات للكتب وينفع الطلاب في كل ما يعرض لهم، وينفع عامة الناس في تحرير الفتاوى والاستشارات، وقد أجاب عن مسائلي التي طرحتها عليه في جامع الزبيري وهي 50 مسألة، أجاب وزاد علما وأفاض، وهي مطبوعة في كتاب بعنوان مسائل جبران سحاري للقاضي العلامة العمراني رحمه الله تعالى. قدم لها شيخنا، وزادت هذه المسائل، فلعل الله تعالى ييسر صدور طبعتها الثانية. وأجازنا في مروياته ومسموعاته في هذا الكتاب، وكنت قد قلت فيه أبياتا في حياته، قلت: يا شيخنا العلامة العمراني، يا قبة التعليم والإيمان، إني رحلت إليكم متلهفا لحديثكم إذ فاق كل بياني. شيخ لنا علامة متورع لله درك يا ربيع زماني. فأهداني الشيخ رحمه الله تعالى كتابا عن ترجيحاته في فقه السنة، وقد قلت في رثائه رحمه الله تعالى: مضى شيخنا القاضي لقد كسف البدر، مضى شيخ عمران الذي علمه بحر، مضى عمره عامان من بعد قرنه، فيا شاهد القرن الدموع هنا غمر، توفيت الآمال بعد محمد، ولكن عزاء الجيل ما بثه الحبر، تخرج طلاب وحازوا بعلمه وسام المعالي، وافق الخبر الخبر، فعاكش ثم الحازمي، ومن خلا لهم من معين الشيخ في عصرنا نهر. عاكش هو شيخنا يحيى عاكش الضمدي رحمه الله تعالى، توفي عام 37 و400 ألف للهجرة. والحازمي هو أحمد بن عبد الله الحازمي مسند ضمد، أيضا توفي في عام 37 و400 ألف للهجرة رحمهم الله تعالى جميعا، وهما من تلاميذ شيخنا القاضي العمراني رحمه الله تعالى. فعاكش ثم الحازمي ومن خلا لهم من معين الشيخ في عصرنا نهر، لقد كان في فقه الشريعة راسخا يفيد ويفتي المصر، من بعده مصر يحرر فتواه بكل روية، فما شذ في قول ولا انتابه ذعر، له في الزبير شاهد من دروسه، وكم خط تقديما لكتب بها الدر. جامع الزبير درس فيه شيخنا زهاء 50 عاما، جامع الزبير بصنعاء، وصلي عليه فيه رحمه الله تعالى هذا اليوم، ووري الثرى في المقبرة القريبة من الجامع. وكم خط تقديما لكتب بها الدر، وتشجيعه الطلاب درس موثق لأجيالنا، بالشيخ قد سعد العصر، أجاز فئاما بالأسانيد راويا عن الثبت، إذ أشياخه الأنجم الزهر. فجعنا بموت الشيخ في ثاني حجة، أتى نعيه الباكي مذ انفجر الفجر، فيا أيها العشر الفضيلة خففي من الحزن، كم من صالح ضمت العشر، فللشيخ إخبات وحسن تبتل بمحرابه، والزهد صاحبه البر. وكم نال من حسنى وخط شفاعة لنفع عباد الله، قد عظم الأجر على شيخنا المفضال، رحمة ربنا ففي قبره من عمره
يبتنى قبره. رحمة الله عليه، نعزي أبناء الشيخ وأقاربه وذويه وطلابه والأمة الإسلامية جمعاء في رحيله، ونسأل الله أن يبدله دارا خيرا من داره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.